بعد الكل اهلا وسهلا بك استاذ يوهان معنا عبر سكاي نيوز العربيه. بدايه ما الذي حصل حقيقه مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل؟ مساء الخير من ألمانيا. المستشارة طبعا بصحة جيدة، ولكن كانت على اتصال مع طبيب كان قد منحها جرعة تنزية قبل يومين، والآن طبعا تبين بأنه مصاب بفيروس كورونا. إذا هذا إجراء احترازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يثماس ويثمام من مه جم غذخر نغبار ريث مهنغ. بعد دقيقتين إن شاء الله تعالى سنكون معكم عبر مباشر لأجلكم ومنكم وإليكم للتواصل لمعرفة مستجدات حالة الكورونا وخصوصا بالريف والنظور، موضوع التعليم والدراسة عن بعد، بالإضافة إلى معرفة مستجدات السوق والمؤونة. كونوا معنا، نحن معكم، عفاكم بارتاجة اللايف باش تعوض الفكرة ونشارك هي ويا المعرفة والأفكار. إذن هذه ليست مشكلة بالنسبة إلينا وكل الناس في العالم، ليس فقط في ألمانيا طبعا يعرفون بأن وعليها أن تتباعد اجتماعيا، هذا أفضل لها وأفضل للناس الآخرين الذين يعملون معها، بما أنها بعيدة الآن في البيت، وهذا ليس مشكلة بالنسبة إليها، إنها دائما تعمل من البيت في عطلات نهاية الأسبوع. أو أي ديجين كاس وما ذونيتا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله أينما كنتم ووجدتم في ربوع المملكة وخارجها. السلام عليكم خاوم يثماس ويثمان أزول سرجع تمور من مهد جم غذخرني غبار ريث ماثنا سيثم غتيري مليح سيثم غوم ثوذات سيثم غوم من شوان سيثم غوم صورة في سبحان ذي ثوذات نوم سنم بأنه جرحت كورينا نقرنا نغسكولينا إن شاء الله تيري كلينا وها جرحت كورونا نيغ الفيروس نكوفي 19 الطاس يعني نروشو من الدونشت إجا عذونا نخصو الطاس ديال الحركة الاقتصادية، عذونا نخصو الطاس ديال الحياة نسن الاجتماعية، عذونا نخصو الطاس تسمى ذي التطور نسن الصناعي أو الاقتصادي، مازال تعانان وتعانان الويلات الطاس. يكفي غاد كثار المتحدة الأمريكية أكثر من توقيع نهار ذي إيطاليا ذي الجارة إسبانيا سيدي مغس قيث مثنغ سويث مثنغ وليد تريغين شا غد تليفونينو إجا معروف، ولكن أدراغن إن شاء الله ذي الحلقة ويستنين، لأنه البرنامج يثما سويثما من بيتك وصل رسالتك ذنيتا أنساس الخطوة ثمزواروت أنسيورك يثما ثنغ باش نسن المستجدات تمان المرض الكورونا، من يوض الحالة الناس من في وض ونشين السن، بأنه ذي الدولة من المغرب أو يعني مجموعة من الإجراءات جيت المخزن جيت الدولة وزارة الداخلية فعلا حالة الطوارئ حضر التجوال تغيب ذاسك النار باش انتف بأنه الطسني وذان وامتثل انشغل أوامر الطسني وذان تسمى مش لنا ذي اللايفات نهار الصباح نغمش تناول المنابر الإعلامية سواء نعرفينو نيغ المنابر الإعلامية المحلية والمنابر الإعلامية الوطنية ثيرنت القضية يا خصوصا من يوقع تما ذي طنجة ذي سلا وكذلك ذي فاس يوذن فغن السيطرة واخذ عن شيء القانون وينا تما السيثيم الدورن غا جادة الصواب نسن يجمس ويثما الجديد لحالة كورونا ذي المغرب ذي المغرب نهارا ثيوض الحالة 115 حالة 115 حالة ذيسن 6 الحالات جديد 6 الحالات جديد ثلاثة تغينت زيم كناس إشتن زيارباط إجن الحالة إجن 2 الحالات زي الدار بيضاء 6 الحالات جديد يوض الرقم غا 115 الحالة تمزيه ذنت يخص تما غنفكا بضمير إنساني أنفكا بأنه يخص مرة من نقا يخص عاد نق أنفكا بأنه يخص كوري الجنس زينب
هذه يلتزم تدع الناس، هذه يقيم ذير بيت الناس، هذه يحذر واشو من الناس. الأمر خطير جدا. أخميني نتورى بأنه يثماس ويثماء أزيد زي ألف حالة وفاة نهارة أبو عشرين ساعة مهندس كتاس قول في واحد يكفي غادي ذاغ إيطاليا، إيطاليا مهندس 651 واحد إيج العدد يمغى ونيتا يثماس ويثماء. إسبانيا عن حالة رفع يعني الحظر التجوال 15 يوم النغنية أو عني لمية موثن 360 حالة ذي 24 ساعة. الإمكانية فني غد دولتها مغان تصوت تص، ولكن بناد منه مازال عدوى يفهم بأنه القضية تقسح رمين نظرة ذي ولاد زيان نغمين نظرة نهارة ذي بارضة، والمجهودات يتقد دولة والمجهودات يتقل الأمن الوطني، مجهودات يتقل القوات القوات المساعدة، المجهودات يقينت السلطات مريت سن سوب الدين سن نتشكرثن ونقرثن عفاكم، لأنه الصراحة العملية يزي ثمر، العملية التنقيل يوذان غالمدن سن زي المحطة الطرق النظا تغذيج العملية سلسة مع ونديس الأمن وتحييخن سوطس سوطس. وكذلك جميع يعني الكيران يتجطوا عن باش الكسين يثمثنا غثو درين سنة ضرحا غفاملية سنة ونتاج النقطة تمقرانت، ولكن ظرا سلوكيات يتجوها انت تقبرشا ويخصها انت نشارك كيوا ماذا نصيوض المستجدات كورونا نهارا ذي الحياة اليومية. شخصيا جولغد مجموعة من الأحياء كيغد نعم سيدي الشارع نجيش الملكي الشارع الحي الإداري وثق غالحي يتجا معروف الحي يتجا معروف سوطاس عرين الشيخ، وثقت كذلك غالشارع نيوس بنو تشفين، وثقت كذلك جيت من الشارع أمقران ومزنغان، كذلك جيت من الكورنيش ذا المركب إوذان التزمن قيم ديثو ذا الإنسان وخنهار ذا الحد من أيامي تجنغ باللي غنايح ويوذان الشاف الزينب تحية ذي مرة الربوع المملكة ذي طنجة القويرة سوارن بأنه يف النظر سوارن بأنه صحاب النظر ملتزمين قيم دي ذودري نسان تحافظ نخص تحفنصن مواطنون بمعنى الكلمة لبن لداء الوطن وانتش جن الرسالة المخزن وانتش جن الرسالة الدولة وانتش جن الرسالة إمار المشككين جن الرسالة إمار أجهزة وانتش جن الرسالة ثم زي أعلى هرم وثانيتا ربدا قارسا بأنه نضع ذا الريف ونتا عم صدي مصبضة وعم صدي مصبضة في المملكة المغربية العزيزة وعم ستما فغن خطوع ننسيدنا ربدا قيم دي المصلحة الوطن ومن أجل المواطنة نقارسني يثمثنا أقت الزيوم وإن شاء الله الأمور ستتحسن دي هندين تما النضع المستجدات يغانغ ثم يثمس ويثمت سنم بأنه الإمكانيات مش نغ تقريرين. أخميني غنف نهارا أنجيلا ميركل إجنتث إجن خش جيفن دولا أوليمان سيفنتث جنتث دي الحجر الصحي بالعن خسورا تطوات أتقيم 14 يوم أنجيلا ميركل سيدة العالم أدرك ما سيدة العالم وانتث بأنه ذيني مازال عاد ذي الوشم مزيغان ذي مغاريني مزيغان ذي مغارين النغ مازال عاد تفغنت وتكترمت زي السوق وخا غاستوري قتلني وكشي ناس السلطة تقيت السبب أتواري تسمث قوالي الشوارع ونتاديش التنبيه قاغام أيما أو تشما قيم لي تدح النم تحفظ الخروش ومن النم وصبارة كينا وإن شاء الله الأمور أتيري مليح خدنا تفغض غولاد ميمون نيغا تحفظ المركب التويل من تخسر. أخمين السوار بأنه أعظم مدينة ذي العالم ويسبقي أنه قيغاز زيارة غالولايات المتحدة الأمريكية خمين سوارخ نيويورك وما أدراك ما نيويورك أدي فغى الرئيس من المقاطعة نيويورك أسنين بأنه كان قذ المستشفى وكني وكستيشن سنم الحالة الناس غانغ مليون واحد وغانغ 300 سرير
تخيل متثاكيدي، تخيل مدريد كي ومزريم ماربي دياواث، تخيل ما كيدي من تزريم دي تورينو، يعني جن مشهد فظيع. اذا السم نتا ماث وفين بول اكسجين اخميني غدا في اسبانيا وزير الوزراء نصيفض يخطب نهارا قناه ديج نحاج قناص الحرب، يعني الطب والحروب، طب الحروب ومثقان قانت بانه والنيه مقران اذن الجالي مث اذنكس تمال اكسجين اذنكي الجنده مزيان، يعني يجي الحاله خطيره جدا. رخو أضرح ان شاء الله باش كني وسط ماء النار نبدا ان شاء الله ذي المكالمه النار ذي المكالمه النار تمني ان شاء الله اضرب تغيج الاتصال ربدا الصديق النار صديق اجا صديق الجميع في سبيطار حسني الدكتور النار اجا منتصر بنت هامي اجا الرئيس من القسم الامراض الصدريه وكذلك الحساسيه اجا ذي الساس ذي الصوره هذا غيني ما غينيش الحالات الجديد ديال النظر هذا غيني ما وسين دغاس نشحت زين النظر بوركي توكار بانه حقا نيغ بوركي سيوضن مجموعة الاخوان عبر شبكة التواصل الاجتماعي انه بانه قاكسين شاني الجن زير قامو ذري قاكسين شاني شتنمو انخزارة نسقسا اسنيني تسمى من ديني اغي الساس دي الصورة تاني تان جيكني وكينا طيب انشع ان تصلك الاستاذ الدكتور نغم منتصر دكتور منتصر بنت هامين اكي سنربط الاتصال مباشره نخو ويت ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ثمان المغرب نهار نسجل دي صعب على الحالات ثمان الوفيات اربع الحالات الوفيات سيدي مغادي بداني تا سيمهم ان شاء الله دغيا غادا سالت الدواء يجري حشتا ولكن نشتي نداري النظرة هاكا نغمليح ان شاء الله ربط معايا الاتصال كيس مباشرة صفر صفر غونكا الرجاء الدكتور النغت ما ان شاء الله كينا غيتبع كي نقول انت اللايف ان شاء الله تما خان غيكسي السلام عليكم دكتور السلام عليكم دكتور معك مراد هربال عن موقع اريفينو تحياتي الدكتور دابا راك مع الاخوان كيسمعوا لك مباشره على عارفينو دابا ديالنا بغيناك انك تحطنا في الصوره شنو هي مستجدات الحاله اللي كاينه واش كاين شي حاجه جديده واش لانه الناس راه كيسولوا خايفين الحمد لله كاين واحد الشعور بالطمانينه مع التواصل ديالك البارح الناس فرحات وعجب ليها الحال انه الحمد لله كاين حاله وحده هضر لينا وراهم كيسمعوا لك دكتور السي منتصر بنت هامي سي مراد الحالة ديال السيد اللي من السواد الحالة ديالو الصحية فهي مستقرة الحمد لله زعما التنفس ديالو ولا مزيان وكياخذ الدواء ديالو وزعما الحمد لله زعما النهار التنفس ديالو مزيان ولا كيهضر وكلا شوية ولا تمشى شوية الحالة الصحية بالنسبة للحالة الصحية الطبية كاين تحسن صعبة الحمد لله الدكتور مش تسريم يا يثماس ويثما والخبر يتفرح ويا اياه الدكتور ناقصي منتصر بنت هامي قا بانه الحاله نمثنا غير اني جا واخا نقران دي السن اقدي الحجر الصحي للمستشفى الحسني يقا بانه نهار يا شويت نهار يتنفس شويت الحاله نسقات كوا غزات الصبر كتاع هانيا نغدا الدكتور نغ سمعنا اخبار الخير ان شاء الله جنة الو وي وي الدكتور ديالنا بشرنا الله يرحم الوالدين
الله يبشرك بالجنه. الدكتور ديالنا كاينه شي حاله جديده ولا شي حاجه جديده في المستشفى ولا جات شي حاله جديده؟ كاينه جات واحد الحاله جديده ديال واحد البنت زيو حل ان شاء الله وكنتسناو النتيجه ان شاء الله. واش دابا حاله ايجابيه ولا حاله سلبيه؟ واش سي رجل ولا امراه؟ هي الحجر الصحي هي راه عندها الادويه وراه زعما الحاله ديالها راه مزيانه مستقره ديالها. شحال الفلاش ديالها الدكتور؟ شحال الفلاش ديالها؟ تقول شي 30 سنه. 30 سنه هي سيده من زيو. من زيو. هو الدكتور ديالنا نتمناو ليه الموفقه ونتمناو لكم ان شاء الله الخير ونتمناو الصحه والهنا اللي كان معنا. الله يوفقك والله يوفق جميع الاطباء على المجهودات اللي كديروها. بارك الله فيك الدكتور. الله يرحم الوالدين الدكتور. الله يرحم الوالدين الدكتور. الله يرحم الوالدين. شكرا جزيلا لك. شكرا. اذا يا يتماس ويتماس تسريم كاغ سيد الدكتور منتصر بن تهميم يتجنتر رئيس القسم الامراض الصدريه والحساسيه في الاوبيتال الحسني. اذا غي ساسن دي الصوره اكيد وم بانه الحاله نمثنغ ونيزي سروان اديوسين زي فرنسا عبر رحله زي المانيا الحاله اللي جان نظاري تغث كشف خاص وزاره الصحه اقث مليح الحمد لله يدور اكوا يدور يتنفس مليح الحاله نفس مستقره وثقوا غزات مش لاغينا الدكتور وتبشر بالخير وان شاء الله نسي ليماس يا ربي انه السنيكر هذه ضروره انت غير واش الناس نسقسى الدكتور النغ مش لاغ ديالنا هو نيتا خبر حصري خل برنامج النغ زيد دا النش اتسيو تبرات النش انا نغدي نجن الحاله في وظيف نهار ذي الجديد زي المدينه وزيو الحاله هي متعلقه سكيجن السيده السيده يا غاس 30 سنه ذي العمر النص مازال كيناس تحليل الناس الرجال ماذا ايجابيه ما سلبيه نتمنى من الله عز وجل انه تيري سلبيه وذيري وخشى اتدورون ان تفخذ الداحن سم سالمه معافى ولكن الدورق اذينغ ميم الحاله دروس ذي النظر حاله دروس ذي النظر لانه نقيم لهذرين لانه نلتزم الداحن لانه كوريجني يقول خص تحضنص كوريجني يقول خيمات الباباس كوريجني يقول خرواش ومنس يا يتماس ويتما 512 حاله يزيد توصلت للمستشفيات المغربيه الحمد لله 512 حاله وليس تشانو عن التحليل وفغنتيد سلبيه مليح وليني 115 يجا ايجابيه نهار وليس ست الحالات جديد خوعاد عجينا شويه مش نيق ثلاثه زي مكناس ايش تنزي على الرباط اثنين زي الدار البيضاء مشى عرفتي واكي دير بال من يوقعني في النار دي طنجه وتنقبر شاه ونقرصني السلطه والوزاره الداخليه بانه هاد الناس هادو اللي خرجوا عن القانون واللي خرجوا ضد الصحه ديال المواطنين لازم محاكمتهم بمحكمه الجرائم بالمساس بامن الدوله لانه هادو اللي بغاو يقتلوا الناس هادو اللي بغاو ينشروا الفيروس ديال كورونا. اذا يا يتماس ويتما غير ذا هذه ريساس كني ولي الحاله المستجده كورونا هذا نكزغ غا تيما ويستناين غا الموضوع ويستناين هو ذا الموضوع ان شاء الله تعالى الموضوع نسوق نسوق لانه نشتي نشتم طاو النضاع تعجيب اسنا الشن تعجيب اسنا فنغا السوق تعجيب اسنا تسوقن انت سقسايات ما ذنغتو يتماثنا تما الموضوع نيوذن قبل العقد تليفوني غاد غثراغم هو صفر ستة جنون ذي ميخرقاس
وليت النمر نوما باش تقمر عقرنهم بوركي ترى غام دغاس غاش نوقت بضرب الرماج وليت النمر نوما إوران تتوعى كي نغذي البرنامج ومينو يونس هربال إذا تتوعى باش تما غواني كاميرا خصها تستمديني جلي كيب النغني تحاول أنه تسيوض ومثنغ ياسين المزيان كي نغكاتي قنية باش نربطك هما الاتصال انت يونس هربال تحيي خثن سن من بارا بلا ما تتوغ الإخوانينو ذياريفينو 6 14 42 02 48 اخمي غي عزم الخطة التلقي غلي اتصالات نوم ذميك من خفغات السيور مكنو ان شاء الله رو تعالى ذي الموضوعين قا الموضوع عن السوق اضرب تغلي اتصال خو مباشرة اكي جو مثنى سعيد تيسير انت صاحب المتجر معروف في تغالي اقذي النقبة حتى انتو جارنا 91 غون قا باش اذا غي السيور مليني ما متوفر المكلة يوذان ما متوفر سرعة يوذان وتسنبلي للخو انا في دي المرحلة ويستنين وتشديد الخناق زيدي وشا اتف بلا مويز ما بودي فوق تشديد الاجراءات زيد حونا اواني ستة ويز ما بودي عظم زي 26 غير 6 الصباح ذاني تا غادي جبنا لم غادي يحتاج من غيش خصوصا انه يبدل الحافلات يبد سرعة تنمريتش تبد تما الحركة تبد ما يزدغي في الخضاف ما يزدغي في تما القارص القطني أنتصل لكم مثل سعيد تفضل أسخسي غدا عاود الشهد اربط لي اتصال كي سمع والو واني ويت شام عليش انا نخزار انا عاود يسمع سوي سما بارطاجا ما كاين غير لايف بارطاجا تا كاين غير لايف نشينا كان غا كيوم في جو عائلي مش توار ما قوم سوث بوار زوز قس توار 119 حال اصابه جديد الفيروس دي في السعوديه السعوديه قبقوا انا مشنو شين على حال وجانا نغير لا سجن عبعه السوارك حد ماشي مشكل ماشي ماشي مشكل ذني تا نربط تجلي اتصال نغني ننتقل غشيق التعليمي اتصل لكم اثنى صالح العبوضي مرق ثكين غذي خلايف هذا سناغا سوناس انكم في العلبة الصوتية لاتصالات المغرب ماشي مشكلة انا عزمي الاخوان النغل اخوات النغ باش نتلقى نتلقى الاتصالات الوام مباشرة خو معليش ضيوف النغ يمكن غاس نشان الطريق نغ الاهم توا غانغ هو الدكتور منتصر انصبا شوي تسنى ان شاء الله سعيد معروف سعيد سوبر مارشي والثاني تزيل من برا انا عزمي الاخوان النغ باش اغتسيورن ونتقيد يا يتما سويتما سنين نحوايج نتقيد السوق نتقيد صغوري يعني هذا خصي ولا مخلواشو سعيد تصوناد اذا تصوناد سعيد التليفون خصي بلوتوث لا اسنعاودي سي سعيد اقفا كي نخلي اتصال ان شاء الله صونا ياس اتصونا دغاك معليش معليش رجا ذي ثما سوي ثما شوي الله يرحم الوالدين رخ دني غنبدا 91 اقشي اتصونا داي اتصونا داي اتصونا دا رجا شعب بلوتوث رجا اتصونا دا اتصونا دغاري ذا رجا شت مينوت اتصونا يسديني اتصونا يسمح عندي يقضى رجا ذي ثما
بصح خاصني راجل قاد الصندوق السنغ الى مارث وزات السيوره كاينه خصنا غير نعيش سخاوام ولكن نربط الاتصال الاول كما ثنق سعيد سونا السلام عليكم سي سعيد السلام عليكم كيش مراد مراد السلام عليكم مش مليح تحيه وما ثنق سعيد تقلشت شناياش توان والاخوات تقينا كينغ عبر المباشر ديال البرنامج النغ مباشره معكم توصل رسالتك خويا سعيد هنا متعلق سرخوضات متعلق سكواس سرعزات مزيد هداه انسان وما ثنق سعيد والانسان تما يسن يتوزع غاس مجموعه من المتاجر ما متوفر السلعه اولا ما متوفر السلعه هي يتماثنق تسوي يتماثنق بسم الله الرحمن الرحيم سمو نشكر شخص الصغير نشكر الموقع عارفينو نتمنى ان شاء الله يعني المرحله اللي تعيشت ان شاء الله بخير وسلامة امين طول السيف نغنى بعد غرق كيف تديرو الانسان المرحلة تعيشتها مرحلة حرجة ان شاء الله بالنسبة للشخص الثاني سمو راد يعني انا مش نميز المواد الغذائية يعني السوق ما مشي جا المرحلة تبقى الإقبال أكثر السلع يعني السلع الأساسية يعني نحن القصة الأساسية القطنية مواطن التنظيف يعني يبقى إقبال فوق الطاقر يعني تحولها فوق الطاقر يعني المخازن فوق الطاقر المتاجر ولكن ولله الحمد يعني الإقبال قدوها أما السلع يعني تبقى موجودة ما قيطست شان قانش قانه يعني نخنق ذي كوشي القطاع اللي خدمه مش التجارة الغذائية يعني شمش توالي غدن يعني الاخوان مرة قد يكون لي حالة شاذة يعني حالة شاذة في النواية وخا ولكن الاخوان مرة مش توالي وز مراني لان الازمنة معروفة خاصة معروفة التمثل من يبقى على المشكلة يبقى على القطن يعني قطر لها مش دوي تزيد دار بينا يعني دوي تزيد بين السوق ليس الطفي للسن زي قطرنا يعني تيري دي ميو نشاري كنشان يعني تزيد لي يعني شقاس زي مصنع يعني غال ونس غال حانت هنا وز ما في قاس زيادة ولكن القطر للأدن يعني أصلا مور بيتور زي بارا يعني السوق يعني زبع الشيء الشيء قاس سوق السوداء يعني قاري سيغ بذي القطرنا اما المنتوجات المالية مثلا السكواد الزوج السلوان وينس يعني قيمة يعني مرة تمثلت عادي جدا نزما راني نيوا سعيد النغ بانه ذيني الحمد لله رخا وذاني خصو تكذنشا مالا تما نقارس لا امو سنيني شتين 10 ايام يقيم زيت الدافني 10 ايام تما بنا ميدعي تكونسوما وهي تتواها يعني موجود رخا لا والحمد لله خاق ديني يعني عمود قاطع يعني الانسان الحوايج الاساسيه اللي تدعي اللي غيعيش كان موجود سين مغنيه يعني الحاجيات تجيبو الكماليه اللي غيعيش الانسان وهذا الشيء الحوايج اللي كنتم ديال الدعم الناس غادي يصفخ غادي يعيش غادي يبارى اش سقسي كاروت مرام كني تسنتي دغاو من الجمعيات ما تسنتي دغاو من الجمعيات الخيرية ساغن تخاو كومبراس نيغ القفاف تيشنتن تي بوبريزن ما تسنت دغاو من يعني غادي نيشا بكل بكل صراحة السي مولاي شقف نزير يعني الجمعيات مش كنت تعيش شغل مكزن تقف بكل صراحة الجمعيات وسنتي دغاو من سنانا الجمعية اللي كنت خاو وين تغاو عاوي وين تغاو زغلغان الجمعية اللي وين تغاو جايين يبغى الفراغ لكن كومبرات وهي السين حتى السوغنا تدري شنو ندير وانا صغير خالق عطوالي الشين قال خدمتي التوصيل السوغنا صغار تدري انسان يعني ديني بغال خدمني دار الجمعية ديني بغال خدمني لله ديني الجمعية الحمد لله موجودة خاص مورات التضامن اقدمني الشين دا ثاني تالي هندي في اللغة من تحوجة هي انتظار بمثل سعيد خوالي يعني سلطات تما يتبدل خمس الايا يعني الامن النقص للامن الصحي للامن المغني شكرا لكم توطس
جزيلا نشك بارك الله فيكم مثنغ سعيد تقذش شنياش بدا ومثنغ تما ذي التاريخ تقينت ذي النية يا مثنغ تقن الخارج زيس نتنقطع بورا يا سليسني وذا تقن الخا مازال وخير دليل بانه السي سعيد يتجا يعني متجر تيسير يتجا نورنت انه ذي جن العضو ذي الشبكه من التجار يتجا ذي مقرنا ذي المواد الغذائيه يطمئن الساكنه يقارص بانه قذيني الخار وانت مستعد انت شخصيا انه اللي تعاونك اي جمعيه واللي يقدم يد المساعده يث مثلا يخدم من ديث مسمونين نرخا اتقذ وما تشنا يوم الخوم غاز مغ الاتصال اكي يث مثلا مره باش تلقي الاتصالات نوم ذي الشق الثاني ان شاء الله تعالى الشق الثاني باش نتحس من تغذيني نهار الجديد ذي التشوراث من تغادي اني ما فضل المشاكل الانسان ما قاين مليح وان شاء الله تيري مليح مار ونتمنى نتحسوا حتى العنصر النيس ولا دراغان راه غير ما نغزي اوروبا بولا راه دراغان خ خ خ كان خلوا واتساب قال ايش الواتساب اللي قلنا هني دي نمروني ما راش نحاش دراغان ولا الواتساب شي مش تعال تفضلوا اني خصنا ديرها غايف مذنغ سويت مذنغ 06 14 42 02 48 اتقلوا ما ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا الى 30 بعد تسجيل 9 حالات وفيات جديده في مصر تسجيل جديده واربع وفيات الاخبار مش توارى ماكينه مرحبا سي يثمثنا غدا غدراغن 06 14 42 02 48 إج النقطة وقبريت غاتوغ إج النقطة ورا مزيان ورا أنسنا غاني السلع بولي إذا مارت راغن درخو أتقلو ما تشنا يوم سمحت أنا أنا غاي السلع بولي باش نسيور كذلك في القطاع التعليم اوانس اكنيو مباشرة يا اثما سونايس مباشرة الاخوان زملاء ذي التقنيين السياسيين المزيانين ضربتان غلي اتصال اكسي صالح العبودي غيكين غيرين خبرين التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الأستاذ النغصي صالح العبودي رئيس قسم الموارد البشرية ذي المديرية الإقليمية ذي ثنديت النظار مرحبا بزيك ذي البرنامج النغصي وتبرت النج ذي ثد هنج. السلام عليكم مساء النور سي مراد. أولا نشكرك في البرنامج برنامج مفيد أستاذ. مفيد أستاذ ذي المرحلة يا رخوات في مراد صلاح العبودي الشق النغوي ثلاثة إن شاء الله تعالى ونعزو كيش نتواصل ذايس يعني بحكم شكل قرب النش جميع الأطر التربوية بحكم الصلة النش جميع النقابات التعليمية وبحكم الاحتكاك النش مجموعة من الفعاليات الجمعوية وكذلك المواطنين من داغثين اولا اجتبرت يوذان انت ندين النظام مره ويستنين من داغثين خل برنامج التعليم عن بعد وشن السن بانه يوذان قوي التلاميذ والطلبه وتجنبوا العطله استثنائيه تفضل. طبعا جنان مره المسؤولين بالعالم مره انه نشتي نقرا ديجا الحرب حرب حتى زيد مجهول وانت رجل الحرب عالمية وطفع الرقجار أمسرم ولا ضعرومي ولا دعشان ولا ديش مدرال وبالتالي نتش تمنيغ المواطنين الشعب المغربي عامة وبالخصوص المواطنين الاقليم من النظر تبني غنسيغي بنفس الوتيره نفس
الانضباط التوجيهات القيادية قدام الحربة الخطيرة. طبعا بالنسبة لجنة الحكمة جنة الحكامة طب قرار في تدبير الأزمية على رأسها صاحب الجلالة، وكذلك طبعا مرة يدي جن اتسيارا الحرب الجنيغ الخطيرة ضد المجهول. كذلك لابد ما أرحيغ رجال التعليم ونساء التعليم لأنهم لحد الآن إلى يومنا هذا وخاتمنا نتوب للمؤسسات الآن، ولكن قد قمت الدور السن من مجموعة المنصة التربوية الدود على سواء في القناة الرابعة أو على في الانترنت من المنصة التلميذ ديس بني بعد مجموعة المنصة المغرب وبني حتى مجموعة الأساتذة مؤسسة عن شر هذا أو كلام أنه يكون غير سواء على الفيسبوك او في الواتساب. طبعا الشين للمديريه الاقليميه قناة مرتاح يتكي الوزاره وعين في وشا في القناه الرابعه نسجل مجموعه من الدروس دي نسجل للمديريه. الاساسي هو الإغلاق المؤسسات والديون اللي عن طوعية وهذا الملف يخصك أنه تسلم بأن عدد التلاميذ المغرب بجن عدد كبير مقران التص وغسرة عائلة إذا من جنجة تلامي المغرب المؤسسات في ظل الانتقال السريع من وباء المغرب بين العالم يكبر، وعلما أن المغرب لحد الآن يسجلوا أقل الأرقام وتنقيم أنقيم بمستوى النيل. توقيف الدراسة سواء توقيف الدراسة في المؤسسات، ولكن الدراسة ما زالت مستمرة وقد بقار على إن شاء الله بقار من الشنير الأمور بقانت مليح، وبالتالي مش تمأنغ الآباء والأمهات بأنه العملية التعليمية التعلمية أكيد مستمرة إن شاء الله. وبخصوص السي صالح العبوضي بخصوص يعني الامتحانات على اكيد انه ثاني تا ماتيري طبعا بدا يكمل الامتحانات لحد الان، لحد الان الوزاره مازال وتجيب الترتيبات وتاجل ورفيج الامتحانات الاجهاديه معرقين في شهر 6. طبعا زي السار الوقت الليل حسب التطورات غيرين في العالم الوزارة في القرار، ولكن علي العاد من سنوان اختنا بيضاء الشنوان وسنة بيضاء تلي الأمور إن شاء الله مليح، ولين يتصل التقنيات ممكن كيستغلقوا في التجأ الوزارة باش اش يحفظ ربي. شكرا جزيلا لك سي صالح العبوضي، اتقى لك تشناياك سواتاس. شكرا ربي المغربي النور العالم مرة ان شاء الله زي الوباء او ان شاء الله انستطع باش نربح وخا ان الحياه، ولكن الحياه مستمره ان شاء الله. امين. شكرا بارك الله فيك عمو صلاح، شكرا جزيلا لك اتقى لك تشناياك توكينا خبري خصو يتمثنا ومثنا غميشني رئيس القسم الموارد البشريه يتقن لبدا في زمان صلاح العبوضي مارسنت الوجه البشوش يمد اليد يعني حقيقه ماري يتمثنا خصو يتمثنا وفي تواصل دائم مع الاخوه الاعلاميين مش غيني غنش عضو كذلك بالجهه مش استطمأننا بانه الاخوان الاطر الطبيه اني الاطر التربويه تقني جل مجهود في زمان ولنش زين من برا تحيي خصن سواتاس مجموعة من الأساتذة توصلنا كينا غاسن من الصات رقمية يعني غاسن جروب دي واتساب غاسن جروب في فيسبوك تقدم شات قن دروس عبر اليوتيوب فينا مارتين سنين تقنية عجبن طانا ويخص أفغان يتمثن غني غي حنجان امزيانا أفغان ونير اديني غير الفرصه نتاغم اغتنم الفرصه للامتحانات الاجهاديه
ذي الجهة الشرقية مرة وذي ربوع المملكة نسبة النجاح تغذي الشهادة البكالوريا غنظة فقط 96%. ثاني تالي جنر فرح تم قرانت ونسن بأنه ذي نيولان تقنتي ثم والإدارة تقنتي ثم الناس أتقلوا ما تشنا يوم بيضاء ولا سنة سوداء ذيني إخس أتفم أترحم أتغام إحنجان تحنجيري نوم أتقلوا ما تشنا يوم نكمر المحاور نغ رخو أنازم ثواث إيايث مثناغ أدسويث مثناغ باش راغن إن شاء الله تعالى ذي الشق خمج أول اتصال. السلام عليكم. ألو ألو كونيكسيون يروح ذاك قال لي ويفي يروح معليش. مان يروح يروح حس كونيكسيون ويفي والو ذي يزقى الوقع موت قاع الويفي يروح قاع يروح يوم مثلا غواني تاز قولي ما نوضا سي شتي بشي ان شاء الله تعاود هذه يخدم ان شاء الله معنايا انا ازم بريد التليفون 06 14 42 02 48 اللي غادي شن الشكاية خص الغلاء الغلاء يا يثمايث نغسو في المتاجر ني غادي السيور خ التعليم هذه كشتي براثي الناس ني غاشن حاجة تاتي السيور ديال القطاع الصحة عيس هو ذنق دين واس زيس ومرحبا زي الاتصالات نون ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في فرنسا 74 والإصابة إلى 16018 عدد مهول من الاصابات بفيروس الكورونا في فرنسا وخص غير الشاقعه وحتى يتمثل خصو يتمثل غير مختبرات عالميه تقنت تما التجاهل وان شاء الله اللقاح غاصوض عن قريب وان شاء الله الفيروس هذه بعد الا انه نلتزم تداه نغنشين نلتزم اماره 06 14 42 02 18 هي يتمثنغ سو يتمثنغ اني دغيا غن اكير فوت شاميوت لحد الان وضع ديويد ولا دي جنك